السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في فيديو جديد. نكمل يا جماعة حل الاكسرسايز من كتاب المعاصر. بيقول لي هنا illustrate by balance symbolic chemical equation، يعني وضح كل واحد من دول من 1 2 3 بايه بايكويشن. بيقول لي effect of heat on blue copper hydroxide، يعني اثر الحراره او التسخين على الكبر الايه بلو كبر هيدروكسيد. ادي الكبر هيدروكسيد تمام بالهيت هيدينا كبر اوكسيد بلس ووتر فيبر تمام. ادينج اوف دايلوت هيدروكلوريك اسيد تو ا بيس اوف زنك، يعني اضافه ايه هيدروكلوريك اسيد تمام الى قطعه زنك تمام. ادي الزنك دايل هيدروكلوريك اسيد دايلوت تمام، هيدينا زنك كلورايد بلس ايه هيدروجين جاز. بعد كده انسرشن اوف ا ماجنيسيوم ريبون انتو ا سوليوشن اوف كوبر سلفيت تمام، اضافه ماجنيسيوم تمام الى كوبر سلفيت تمام، هيدينا ماجنيسيوم سلفيت بلس ايه كبر بريسيبيتيت كده. بريسيبيتيت يعني مترسب تحت، كبر بريسيبيتيت لونه ريديش براون. طيب بعد كده بيقول لي the reaction which involve breaking up of compound despite the effect of heat، التفاعل الكيميكال رياكشن اللي بيتم فيها كسر الكومباوندز تمام تحت تأثير الحرارة تمام، هو الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشنز. طيب تعالى بعد كده بيقول لي الكيميكال رياكشنز ان ويتش وان اوف ذا اليمنت سبستيتيوتس انذر اليمنت، الكيميكال رياكشن اللي فيه في اليمنت بيحل محل اليمنت تاني ايه ان ا سوليوشن اوف وان اتس كومباوندز، في المحلول بتاعه هنقول له السمبل سبستيتيوشن رياكشنز. طيب بيقول لي هنا وات هابنز، ايه اللي بيحصل، واكتب كيميكال ايكويشن تمام. هيتنج اوف كبر هيدروكسيد، ادي الكبر هيدروكسيد وادي الهيتنج تمام، هيدينا بلاك كبر اوكسيد تمام بلس ووتر فيبر. بعد كده ادينج اوف دايلوت اتش سي ال تو ا بيس اوف الومنيوم، اتش سي ال بلس الومنيوم، احنا عارفين الومنيوم مور اكتيف ذان هيدروجين ان ذا كيميكال اكتيفيتي سيريز، يبقى هيحصل سمبل سبستيتيوشن، يبقى الالومنيوم هيطلع الهيدروجين من الايه من الاسيد وهيحل محله، يبقى يدينا الومنيوم كلورايد بلس هيدروجين جاز. بعد كده جايب لي كيميكال رياكشنز كيميكال ايكويشنز واحنا كومبليت، ادي الكبر سلفيت بالثيرمال ديكومبوزيشن هيدينا كبر اوكسيد بلس سلفر ترايكسايد. بعد كده المغنيسيوم مع الدايل اتش سي ال، احنا عارفين المغنيسيوم اقوى من الاتش من الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، يبقى يطرده ويحل محله، يبقى مغنيسيوم سي ال 2 تمام بلس اتش جاز. طب ليه قلنا 2 هنا؟ لان المغنيسيوم داي فالنت والكلورين مونو فالنت. طيب تعالى الومنيوم بلس اتش سي ال هيدينا الومنيوم كلورايد بلس هيدروجين جاز. ليه قلنا هنا سي ال 3؟ لان الكلورين مونو فالنت والالومنيوم تراي فالنت تمام. وبكده نكون خلصنا الفيديو ده، وان شاء الله في اقرب وقت هنزل لكم فيديو تاني، وبالتوفيق للجميع.